متابعين معكم عالم الصباح بنهار العيد، وكمان بالنسبة لسؤال اليوم اللي هو كيف بتفيقوا الصبح بمنبه أو بلا منبه أو في حدا بيفيقكم. نور عم بتقول هي مشتاقة لعالم الصباح، ميرسي كتير، كل عام وأنتم بخير، وهي بتفيق بمنبه. أمل عم بتقول بلا منبه. سند هي ما بتفيق مع منبه، بتقول بتفيق على راحتي. ملاك عم بتقول حسب الظروف، إذا عندي شغل أو مشوار بصحى على المنبه، وإذا ما عندي شيء بضل نايمة وبصحى بس بصحى. مهضومة، برافو عليك يا ملاك. ونجوم عم بتقول إنه أكيد عم تعيدنا بالأول وينعاد عليكم وعليك يا رب، وبتفيق بمنبه. لينا من دون منبه. يوسف عم بيقول مع منبه فريد من نوعه واللي هو عالم الصباح وينعاد عليكم. خي حلو هالمنبه، ان شاء الله يكون، ان شاء الله ما يكون هيك منبه بيخوف او شيء. لا لانه من جد عندنا منبه ثاني باستوديو هون بيكون يا عم بيطرطق يا عم بيعمل شيء. وداليا عم بتقول من دون منبه بصحى، بس انا بقول انه في منبه داخلي عندي، لما بيقول بدي فيق الساعه كذا ما بشوف حالي الا فقت على الوقت. ونحن بنحبك كمان يا داليا. خي ما احلاكم، احلى شيء الشخص اللي بفيق بلا منبه، عن جد كثير مريح وبراتيك. على كل الاحوال نحن مثل ما قلنا لكم عندنا منبه هون ما بيهدى، بضل شغال كل الوقت مع اصوات ومع ضجه ومع طوشه، بس ما فينا نعيش بلاه كمان، وما فينا الا ما ناكل اكلاته. رح ننتقل لعنده لحتى نكون مع المحطه الاولى. روق شوي على حالك ورشه ملح. ينعاد على الجميع بالصحة والعافية، وإن شاء الله يكون كمان فطر مجيد، وكمان مثل ما بيقولوا فرصة كمان تكون حلوة للجميع، هيك ريلاكس نتف صغير. اوكي غيدا، اول شيء انا مشتاق لك، ينعاد عليك، وجايب لك معي كمان كثير هديه مقابل، او هديه كثير حلوه مقابل الهدايا اللي انت جايبتي لي اياهم اليوم. شو جايبتي لي انت اليوم؟ سته بالسينما. انا جايب لك هون ست بصلات. شفت؟ انا اصور لها اياهم ست بصلات ونقع لك اياهم بطريقه جيده جدا. المهم تقليهم بعدين مشان تطلع ريحتهم وتعف بشعري، هداك الاساسي جدا. مشان على موضوع قلي البصل بدنا نحط زيت مشان نقلي بصل. وهلا كمان جاي موضوع الدجاج وحشوه السمبوسك، رح اخبركم كم شغله اليوم عنا، بس شوي صغيره معقده نتفي. معقده نتفي يعني فيكم تقولوا الوصفات رح يكونوا نتفي صغيره صعبين، وتقديمه رح يكون شوي صعب، بس حلو هيك من وقت لوقت هيك نشوف كم شغله حلوه عم تقدم بطريقه كمان بتاخذ شويه وقت. اليوم عندنا السمبوسك بالفرن، اوكي؟ محشيين دجاج، رح ننتقل بعدين على المسلز او المول الحلوين اللي هن نوع اكيد من انواع الصفد، رح كمان نحشيهم من الخضره ونفوتهم كمان على الفرن ونقدمهم بطريقه كثير حلوه. شاورما السمك وشاورما الريدس كمان، ورح نعمل من التون، طون علب التون يعني، رح نعمل منها الطبقات، رح نعمل تقول من البطاطا المسلوقه، الجزر، البصل الاخضر، التون مع الصلصه عليهم، رح تكون كمان رح يكون نهار كثير حلو، فخليكم معي للاخر. اما هلا انا بلشت بكثير اشياء، وحده منهم اني انا حضرت عجينه السمبوسك بدنا نحكي عنها بعدين، هلا عم حضر حشوه السمبوسك اللي هي الدجاج اليوم، فيكم تحشوا السمبوسك شو ما بدكم، انتم بتعرفوا كمان اكثر مني هذا الموضوع، فما تعتلوا هم ابدا، بس خليني اخذ فكره اليوم عن هذا الموضوع اللي هو بصل كمان مفروم ناعم، طلعوا كيف، وليكوا قطع الدجاج الحلوين كيف مقطعهم كمان هالمكعبات الحلوين رح نحطهم، وراح تكون او تكون الحشوه مطعمه بالزنجبيل البودره. يعني تصوروا كمان اليوم الزنجبيل قد انا عم بحكي عنه، قد عم صر اني استعمله بخلطات كثيره، وراح استعمله كمان اليوم بخلطه بهارات الريدس او بهارات شاورما الشريمس او الكروفيت او الجمبري او غيرها او غيرها. طيب شو عملت لحد هلا؟ طلعوا كمان هون فيليه السمك الابيض، كيف الشيف شادي اليوم قطعهم بهالطريقه كمان، رح خليهم هون، رح نبهرهم، رح نكركرهم، رح احط لهم شويه كاري اليوم بهالطريقه الحلوه، وبعدين اكيد رح نقدمهم مع البصل وثلاث الوان او ثلاث انواع من الفلافله اللي هن الحمراء والخضراء والصفراء. اما بالنسبه للشريمس رح نستعمل كمان الشريمس الصغار اللي هن البيبي شريمس اذا عم نشوفهم هلا هيك، ورح بعدين خبركم كيف لازم نعمل الشاورما بالبيبي شريمس، اوكي، او الشريمس الصغار او القريدس الصغار او قطع القريدس، ممكن تكون قريدس كبيره ونقطعها مثل ما بدكم، ويضلوا كمان طيبين يعني ما ينشفوا معنا بس كمان نطبخهم. كما انه بلشت هون عندي المسلز كمان موجودين، رح تشوفوا كيف كمان فينا نقدمه بطريقه سريعه وحلوه، وكمان يبيضوا لنا وجهنا، الثوم والبطاطا وكذا 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 وكذا، يعني رح يكون عندنا كثير من القصص. اما الشغله الحلوه اللي انا عملتها هلا وبلشوا اكتبوها انتم قدامكم،
اللي هي عجينه اللي انا عملتها هلا بلشت تخمر. تخمر؟ ما انت ما بتخمري لانه ما فيكي خميره، بس بلشت ترتاح، اوكي؟ بس ترتاح بتصير العجينه تمد معنا اكثر واكثر. لكن 5 اكواب من الطحين، كوب واحد من الزيت النباتي، بنحط ملعقتين من السكر، رشه من الملح، والباقي مي. تا بتاخذ حوالي يعني 3/4 الكوب من المي تيصير عندنا عجينه بتعقد. هيدي هي عجينه السمبوسك، او فينا نعمل فيها شو ما بدنا، شو ما بدنا بيزبط، حتى فطاير بيزبطوا، بس اكيد ما في العجينه خميره، فما تنتظروا منا انها اكيد تخمر. طيب بصل انا هون رح بلش ورح كفي كمان الوصفه. هون عنا من الدجاج يا شيف شادي، وبدي اذكر كمان بشغله قبل ما ننتقل لعند غيدا، انه بس بدنا نسلق بيض تذكروها دائما المي بتكون عم تغلي، نقطه خل بقلب المي ما بيخلي البيض ينكسر. البيض بده يكون بحراره الغرفه اللي عم نشتغل فيها، يعني شايلينه من البراد 8 دقائق على قد، يعني بنحط البيض بالمي المغليه 8 دقائق وبنحطه تحت بعدين المي المسقعه. وكمان رح نعمل شغله كثير حلوه، انه ما تغسلوا البيض قبل استعماله، اكثر شيء بنمسح البيض وبنستعمل. نرجع لعند غيدا. عم تسالك كارلا مننوس ولا ما مننوس؟ 8 دقائق مننوس؟ حسب غليان المي، اذا كنت عم تغلي بطريقه كثير اكيد فيها تنوس، المهم تكون المي عم تغلي. اوكي. فيك تنوس انت عندك الرياح تنوس واصل واصل وانت واصل اوريدي بدون ما تكون موجود حدنا اوريدي الرياح واصله. على كل الاحوال رح نتابع معكم، ومثل ما شفتوا اليوم العنوان بحلقه كارلا اليوم بخفيف نظيف رح اتعلمكم الزعبره، زعبره باللقمشه. كل شخص منكم بقول انا ما باكل شيء بلقمش بالنهار، قديش بتلقمشوا؟ شو بتلقمشوا؟ وكيف ممكن تلقمشوا بطريقه ذكيه؟ هذا الشيء رح اتعلمكم اليوم كارلا بخفيف نظيف. ده نقطة كارلا، صباح النور وينعاد عليك. وعليك كمان كل عام وانت بألف خير غيدا، والجميع طبعا بألف خير، ان شاء الله تنعاد على الجميع بالصحة والسلام يا رب. يا رب. أنا وياك قصرتي. أنا الفون الأخضر للوردات. في الوردة لابستهم أوريدي. ميرسي. غيدة مزبوط مثل ما عم بتقولي، اليوم بدنا نغش بذكاء، لأنه مثل ما قلتي أكترية المشاكل اللي بنصادفها نحن كاختصاصيه تغذيه مع الناس اللي عندها مشكله بزياده الوزن هي هاللقمشه او هالوجبات الصغيره اللي بتتكرر عده مرات خلال النهار، ومش بالضروره دائما تكون صحيه. ومثل ما قلتي كمان غيدا، معظم الاوقات بتلاقي اشخاص ما صدقا ما بياكلوا، يعني وقتها تسالي شو بتتروق؟ ما بيتروق يمكن، او بيشرب قهوه. شو بتتغدى؟ اوقات بيتغدى اوقات لا، بياخذ يمكن سلطه اذا تغدى، وعشيه اوقات بيتعشى اوقات لا. طب ليش عم بيزيد من وزنك؟ ليه اذا ما عم تاكل شيء؟ في بيج كويستشن مارك، مش هيك انت بتقولي لهم اعملوا لوج شيت او اكتبوا شو اكلتوا؟ اوقات حتى بينسون او سقط سهوا، بيقولوا لك انه بيكتبوا الاشياء الاساسيه بينسون هدول، مع انه هول كثير اساسيين يعني. وهن اكثر اللي بيعملوا مصايب، هي اللي بيعملوا المصايب. وكثير من الاوقات نحن عم ناخذ الدايت هيستوري للبيشنت، بنكون عم نقول لهم اوكي شو تروقت؟ اوكي بين الترويق او الغداء ماشي مثلا، بين الغداء والعشاء ما بينسوا، بعدين فجاه بسياق الحديث بيسالوني اه هيدا هالشيبس الفلاني اللي نوعه هيك بيزيد من الوزن، بقول لهم ايه ما لانه هيدا ولو مكتوب عليه لايت، طب هيدا البسكويت اللي مكتوب عليه هيك، فجاه بصيروا بيتذكروا الامور اللي هي بياخذوها بالنهار، وهي بنسميها اللقمشه، وفيها معظم الاوقات طاقه كثير. بس لازم نقوله غيدا انه السناك مقارنه باللقمشه شيء اساسي. صح. ولازم الواحد ياخذ سناك صغير. هلا سناك صغير هي كلمه سناك نحن معترف فيها او بنستعملها كثير، بس اذا مثلا في بعض البلدان العربيه ما بيفهموا علينا شو قصدنا بسناك، اي او حتى في بعض المناطق هون حتى اللقمشه ما بيعني انه بيفكروا يعني سناك يعني محل مطعم بيطعمي اشياء. نحن وقت نقول سناك يعني وجبه خفيفة. صغيره خفيفه، وهالوجبه الصغيره الخفيفه رح تساعدنا انه نحن ما نلقمش، خاصه وقت يكون الوقت طويل لبين ما توصلي لوجبه العشاء
او لوجبه الغداء حسب هي الايدي اللي مثاليا انه يكون عندك وجبه خفيفه صغيره واحده بالنهار. بتعرفي ان احنا من زمان كنا نعطي لاولادنا، انا عم بقول من زمان لانه صاروا اولاد كبار، بس انه كانوا يعطوا سناك الصبح وسناك بعد الظهر. بعدين تبين معنا خاصة وقت بلشوا بالمدرسة، إذا تروقوا مش ضروري تعطيهم ورح يتغدوا بكير، مش ضروري تعطيهم وجبة خفيفة الولاد قبل الغداء، ترجع تعطي وجبة بعد الغداء. لازم يتقرر إذا هن رح يتغدوا مأخر تعطيهم سناك على 10-11 أو وجبة خفيفة، إذا هن رح يتغدوا بكير 12-1 ساعتها ما بتعطي وجبة خفيفة قبل الغداء لهالولاد، تعطيهم إياها بعد الظهر على 4-5 إذا تغدوا 12 لحتى يداينوا للساعة 7. هلأ هي ليش نحن بناخذ وجبه خفيفه بين الوجبات؟ لانه اولا تعطيك طاقه، اذا خاصه للاطفال الصغار اللي ما بكفيهم يعني ما بياكلوا كثير على الوجبات الاساسيه، ولانه نحن وقت يكون عندنا شغل كثير وما قادرين نلحق ناكل على الوقت، بقى كثير مهم انه يكون عندنا وجبه خفيفه لنقدر نكمل شغلنا بطريقه صحيحه ونضل لطيفين. مضلطفين هذه إيه. كثير مهمه، هي مره اعترفت لك فيها على الهواء، قلت لك انا بس اجوع كليا بصير شريره وهالشيء كثير مضبوط، لان انت وقتها ينخفض السكر بجسمك بطل يوصل على الدماغ على خلايا الدماغ، بصير الانسان تعبان عم يجعه راسه وما عم بيقدر يفكر مضبوط. من هيك ما بتعودي وقت الشيء يزعجك ما بتعودي بتفكري قبل ما تعملي ردة فعل، ردة فعل بتكون سريعة وبتندم عليها لأنه مش بالضرورة تكون ردة الفعل الصحيحة. وكثير مهم أنه بتساعدك تتفادي التخمة على الوجبتين. صح. يعني أنا وقت أكون مثلا ما أكلك منيح على الغداء ولا شيء على بعد الظهر، عشي بصير رح نكدش الطاولة. إيه. بقى من هيك كتير مهم انه كمان ناخذ هالوجبة صغيرة لحتى ما نفلت على الأكل عشية. وكتير كمان من الأشخاص بينسوا انه الوجبة الخفيفة ممكن كتير تكون صحية، يعني إيه. أنا الأشياء اللي مش بالضرورة أكلها على الغداء أو على العشاء أو على الترويقة فيها تكون هي سناك صغير، مثلا مثل اللبن هلأ رح نحكي عنه. إيه. مش دايما الناس بتاخد لبن مع الأكل مع أنه هي عادة حلوة في ناس بيعملوها، بس مننسى يمكن ناخد لبن، يمكن ننسى ناخد فواكه مجففة، يمكن ننسى ناخد جوز أو لوز، وهي دول من الأصناف الأكل اللي لازم تمرق وفيها تكون بين الوجبات إذا ما قطعناها بالوجبة الأساسية. أهم شيء واحد ما يرجع البيت شايف الدنيا أكل مثل ما بيقولوا أو هفتين، وما هيك يتحسر على حاله أنه طب ما أنا تعبان وجعان كل النهار، بيعطي أعذار بصير بياكل كل شيء بيطلع بوجهه. هلأ بس رح نعطي بعض الأمثلة عن أنواع من الأطعمة اللي ممكن تشكل سناك خفيف أو وجبة خفيفة، ومثل ما قلت غيدة بتساعدي على الإحساس بالشبع. لأنه أول شيء نحن نفكر فيه أنه عم ناخذ الوجبة الخفيفة لحتى نسد جوع. أيه. بالمطلق اذا ما جوعانين ما في لزوم ناخذها، بس لسوء الحظ بتعرفي انه الناس بتلقمش مش لانه جوعانه. أيه. لانه حاسه بالملل. صحيح. بدنا نجرب هون نقول لا خلينا اذا حاسين بالملل ما نتسلى بالاكل، واذا ولا بد ناخذ هالاصناف من الاكل لانه بنفس الوقت بغذوا على الاقل. صح. وبشبع يعني على كل حال بتسدلك بتقطع لك شهيتك لحتى ما تكملي باللقمه. لكن من الاصناف اللي نحن عاده بننصح فيها كاختصاصيه تغذيه وانا شخصيا كثير بركز عليها هن اللوز والجوز اللي او فصيله اللوزيات وال كل انواع ممكن تكون لوز ممكن تكون جوز ممكن تكون صنوبر. ونحن طبعا قاعدين ببلد وبمنطقة فيها كثير من هالمكسرات، أفضل ما تكون كثير مملحة خاصة للأشخاص اللي عندهم استعداد يكمش جسمهم مي، وللأشخاص اللي عندهم ضغط دم عالي كمان يفضل ما تكون مملحة. يكون نيين كمان أفضل، يكون أفضل كمان. هلا اللي بحبه محمص مش مشكل. شرائح الجبنة كثير كمان بتساعد، ممكن إنه مش ضروري تاكليها مع خبزة، تقطعيها على شكل أصابع هيك تتسلي فيها كمان كثير بتسد الجوع. خلينا نوضح بس قلتي شرائح الجبنه فتحت كثير بارانتيز كل انواع الجبنه ما رح اعطي يعني ما رح اعطي شو بيقولوا كل شيء ابيض اصفر أبيض وكل الانواع اصفر كل الانواع. انا لاحظت كمان انه شرائح الجبنه الصفراء او اصابع الجبنه ان كانت تنقل ايموتال او مثلا الجبنه الصفراء مثل الاشقاوين او الجوده اي انواع من هالجبنه اذا قطعت ثلاث اصابع بتاكليهم بسدوا الجوع. ما بتقعدي بتحسي جعبالك تاكلي شيء ثاني. اذا مزجتيهم مثلا مع حبتين
حبتين تمر او ثلاث حبات مشمش مجفف او تفاحه كمان، هالمزيج بعد بيقطع القبليه اكثر لان عم تخلطي بين فايبرز وفواكه وبروتين اللي هو رح يساعد انه تشبعي، وبروتين في دهن لانه دائما الدهنيات بقلب بقلب الجسم بقلب المعده بيطولوا لينهضموا، يعني مقارنة بال النشويات او البروتينات. اول شيء جسمك بيهضم او المعده بتهضم البروتين والنشويات، اخر شيء الدهنيات. مشان هيك اذا حطينا شويه دهن بالاكل بنضاين اكثر، ما بنجوع بوقت اسرع، مش مثل السكر السريع اللي بناكله من هون ومنجوع مفعوله من هون بنجوع بعد بيفتح القبليه بصير. بنفس المبدا فينا نخلط بين اللبن او اللبنه اللي ممكن يكونوا هن كدب او كصلصه مع الخضار كمان. هون فتنا كمان بقصه انه اذا فات ولا مش فات، اذا يعني لا لبن عادي، لبن عادي، لبن عادي حتى مش انه قليل الدسم، مش قليل الدسم ولا خالي من الدسم، ولبنه نفس الشيء، ولبنه نفس الشيء. بناخذهم، بناخذ الكاس الملقعه الملعقتين اللي هن اللي بدنا ناخذهم مع شو ما بدنا نقطع معهم الى جنبهم. هلا اجمالا معودين ناخذ خيار، بس فينا نخترع نحط اكيد وجزر، بس فينا نخترع مثلا هلا موسم الكوسه. الكوسه هلا حلو يعني طعمته مثل الخيار كثير طيب، فينا نجربه. في اشخاص بيقولوا لي كوسه معقول ناكل كوسه؟ جربوها اليوم واعطوني رايكم لانها طيبه. هلا الاشخاص اللي بحبوا السلري الكرافس او يلي بحبوا بندوره الصغيره التوماتوريز كمان ممكن انه كله بيقطع نحطه وكمان بيشبع لانه فيهم فايبرز وما فيهم سكر كثير، بالتالي انت مع 30 هم قديش بدنا ناكل منهم. ومثل ما قلنا اللبن لانه فيه بروتين وشويه دهون بيساعد لحتى هيك بيعلقوا بالمعده ما بينهضموا بسرعه. حتى البندوره لما اذا كانت كميه يعني مش مشكله صغيره وما ما بيعطل ما بيعطل مع انه غدا ولا حتى الجزر، مع انه الاعتقاد السائد انه فيهم سكر وما لازم ناكل منهم كثير، لا طعمتهم حلوه انما كميه السكر اللي فيهم منا عاليه، خاصه اذا اكلتيهم نيين لا تشبعي اكثر. مثلا الجزر اذا سلقتيه بدك تاكلي اكثر لانه بيصير قطره، بس وقت يكون بعده ني الالياف اللي فيه بتشبعك وممكن توقفي بيجاوك اسنانك كمان. وفي المقتي هلا موسم المقتي بقى لازم كمان نستغله. بالمقابل في عندك شيء بنسميه نحن السناك اللي بنشتريه من الاسواق واللي لازم ننتبه منه، خاصه إذا مكتوب عليه لايت خفيف قليل. هدول مش بالضرورة يكونوا سعرات الحرارية فيهم قليلة، يعني مثلا إذا قلنا السيريال بارز أوكي، نحن من عادة بنقول أنه إيه كل شيء سيريال بار أنه يمكن أحسن من الشوكولا، بس وقت تطلع عليها لازم على طول نقرأ عن مجموعة السعرات الحرارية. ما نغش بس أنه خالي من الدهون أو فات فري أو بحطوا لك 99% فات فري، لا بعد في سكر، والسكر السريع أنا جسمي بياخد بخزنه كدهن اذا انا ما حرقته دغري. صح، اوقات بتلاقي السيريال بارز بيعطوك سعرات حراريه كلوح شوكولا، يعني اوقات بتقولي لا كل شوكولا، يعني اذا جاي على بالك شوكولا اكثر. بقى من هيك بننتبه انه انا باخذ الحصه وقتها بدي اشتري اي سناك، ان كان بتوصل لعيدين مالحه او تشيبس او كراكرز، حتى في عندك القطع التوست الصغار الملاحين مكتوب عليهم بيكت او مشويين بالفرن، كمان بفكر انه اوكي باكل منهم قد ما بدي على اساس مشويين بالفرن، بس ممكن يكونوا مثل فخ. ننتبه ما توقعوا بالفخ، ما توقعوا بالفخ. بقى الشيء الافضل شيء نعمله نطلع انا الحصه هي كيس نص كيس 10 حبات قديش تعطينا سعرات حراريه، اهين شيء نفكر كل شيء بالمية منيح باخذها ك وان او مره او حصه واحده من هالسناك، ممكن يكون سيريال بار، ممكن يكون كيس صغير شيبس او اي شيء ثاني، او بيكونوا يمكن بالكاسات من 100 لل بين ال 100 لل 150 جرب ما اتخطى ال 150. هلا انه بعد لاوقات فيك توصل لل 200 اذا عندك مراهقين بيحملوا سعرات حراريه اكثر، بس نحن عم نحكي مراهقين مثل الشفشادي بيطلع لهم لل 200، بس نحن السيدات يفضل انه نضل دون حدود ال 150، بال 150 اذا عم بحافظ على وزني او بدي اخسر من وزني تحت ال 150. واخيرا
بعض التبس او القصص اللي بنعطيها لحتى الواحد يخفف من اللقمشه انه نجرب دائما نشرب مي. كل ما نحس انه يي بدي اكل شيء جعبلي اخذ شيء اخذ كبايه مي. كمان ايديلي او مثاليا انه ناخذ حوالي 3 قنين صغار مثل ما مبين معنا، 2 مينيموم لتر ونص يعني اقل شيء 2 مش اقل. ونحضر نحسب حساب قبل بوقت، نحضر سناك مسبق، يعني انا مش احتاري الله شو بدي اعمل لاقي حالي ما في بوجهي غير لوح شوكولا، يكون عندي او اخذ معي على الشغل مثلا زواد صغيره فيها اللي حكينا عنهم تومات سوغيز او بندوره صغيره، يكون فيها ما يكون فيها قطع جبنه، الجبنه الصفراء بعدنا عم نحكي بتضاين بال بالحراره او السلايسز بيضاينوا بالحراره بالشوب اكثر من الجبنه البيضاء. على كل حال فينا نكون محضرين الجزدين او الحقيبه الصغيره اللي بتبرد صح مع الثلج لحتى نكون مستعدين لساعات الجوع، والا اذا بدنا نشتري ننتبه على الارشادات اللي حكيناها بالنسبه للكالوريز بير بورشن او السعرات الحراريه بالحصه الواحده. فاذا انتبهوا دائما مثل ما قالت كارلا، فكروا مزبوط قبل ما تلاقوا شو، ودائما انتبهوا شو بدكم تختاروا، ما تخلوا الجوع يسيطر على تفكيركم. هو اللي يكون المسيطر، انتم سيطروا عليه، عمل بريفنشن قدر المستطاع، وقايه من الجوع. اكيد شو رح نرجع نشوفك نحن كارلا اكيد بخلال هالاسبوع، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات ارض وورد مع كندا، خليكم معنا.